وعودة لاجتماع الرئيس السيسي لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية في قطاع الأمن الغذائي والزراعي. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة. دكتور محمد، تحياتي لحضرتك. يعني يتحدث عن المشروعات التي استعرضها الرئيس السيسي اليوم وتحديدا في مجال الزراعة، قطاع الزراعة. يعني لو تحدثنا عن المشروع القومي للتحول لزراعة قصب السكر بالشتل، يعني ما هي الرؤية المستقبلية لهذا المشروع وما مردوده على الفلاحين؟ يعني لو سمح لكم حضراتكم، والحقيقه احنا في اهتمام كبير جدا من الدوله المصريه بتحديث وتطوير كل ما له علاقه بالقطاع الزراعي. فبنتكلم على انشاء او تطوير زراعه قصب السكر، وان احنا نبدا نستخدم نظام الشتل بدلا من النظام التقليدي لعمليه الزراعه. طبعا ده بنتكلم على مضاعفه حجم الانتاج تقريبا للفدان، وبالتالي ده يحقق دخل اضافي ل المزارعين في صعيد مصر، وطبعا ده امر مهم جدا. وكمان يمكن من خلال استخدام هذه التقنيات الحديثه ان احنا نقدر ندخل اساليب الري المطور في عمليه زراعه قصب السكر، وده هيكون له مردود ايجابي ايضا على ان احنا نعظم من الاستفاده او نصل الى اقصى درجات الاستفاده من وحدات الارض. معلش دكتور محمد، يمكن كثير من المشاهدين ما يعرفوش يعني ايه نظام الزراعه بالشكل. الفكره ببساطه ان احنا كان في الاسلوب التقليدي كان بيتم عمليه الزراعه باستخدام كسر بعض العقل، وان احنا بنستخدمها في عمليه الزراعه من اخواتنا الفلاحين في صعيد مصر. دلوقتي احنا عايزين نطبق منظومه جديده اللي هي نظام الشتل. طبعا الشتل ده احنا بننشئ مشاتل، واحنا بالفعل في دلوقتي مشتل بيتم انشاؤه على مساحه او يقدر يطلع 15 مليون شتله تقريبا. في ايضا مشتل جديد ده في كومومبو، في واحد تاني بيتم انشاؤه حاليا في منطقه وادي الصعيده. طبعا ده هيكون حجم انتاجه يصل الى حوالي 80 مليون شتله، وبالتالي هذه الشتلات نقدر نوزعها على المزارعين، فيقدر المزارع يستخدم هذه الشتله، يبقى في نظام موحد لعمليه الزراعه، يبقى في اليه لعمليه الزراعه، في جوده في عمليه الانتاج، لان بيكون الشتله بتدي ذروه الانتاج. فبالتالي الفدان اللي كان بيجيب 30 طن للفدان ولا 33 طن للفدان، النهارده هيصل الى 55 و60 طن للفدان باستخدام نظام الشتل، وان احنا نبدا نوزع الشتلات على الفلاحين والمزارعين. بالتالي هيبقى في عائد كبير جدا، تقريبا بنضاعف حجم الانتاج. نفس الارض ونفس الميه، بنضاعف حجم الانتاج. كمان احنا لما العناصر المصاحبه لهذه المنظومه، يعني من حيث اساليب الري او البذور او يعني بقيه العناصر التي تستوجب وجودها مع هذه المنظومه. هو الحقيقه هذه المنظومه مش بتستوجب وجود اليه معينه او حاجه معينه، ولكن دي هتساعد اخواتنا الفلاحين ان هم يقدروا يطبقوا بقى الاساليب اللي ما كانوش بيقدروا يطبقوها قبل كده. نعم. يعني منظومه استخدام الميكنه الزراعيه اللي كانت ممكن توفر عليهم كم كبير جدا من العماله او كانت بتمثل تكلفه كبيره جدا عليهم، النهارده هيقدروا يستخدموها لما يطبقوا اساليب او اسلوب الشتل في عمليه الزراعه. ايضا عمليه الري المطور واستخدام بقى اساليب الري بالتنقيط في زراعه قصب السكر، طبعا ده هيبقى له مردود ايضا ايجابي كبير جدا، لان احنا بنتكلم على اخواتنا الفلاحين اللي كانوا بيزرعوا في هذه المناطق. لو عايزين يطوروا نظم الري لديهم، احنا طبعا الدوله المصريه انشات بروتوكول وعملت بروتوكول كبير جدا بنوفر كافه التمويل لعمليه التطوير، وايضا بنوفر الدراسات الفنيه مجانا لعمليه التطوير، والتمويل ده بيديه بدون فايده على اقساط على 10 سنوات وبدون اي نوع من انواع الفوائد، ووزاره الماليه بتتحمل الفايده نيابه عن الفلاح. فبالتالي ده له اهميه كبيره وفي حرص من الفلاحين على الدخول في هذه المنظومه. المشروع الاخر دكتور القرش، المشروع الاخر متعلق بالتوسع في مساحه المساحه المزرعه بالزيتون. طبعا محصول الزيتون ده محصول مهم جدا، واحنا الدوله الاولى على مستوى العالم في انتاج زيتون المائده، ومحتاجين نتوسع ايضا عشان نصل الى درجات او مرتبه عليا في مجال زيتون الزيت او زيوت الزيتون. يعني طبعا التطور الكبير اللي بتقوم به الدوله المصريه في تحديث نظم الزراعه وايضا زياده المساحه المزرعه، وطبعا المناطق اللي بنعتبرها مناطق قاحله بشكل او باخر نقدر نزرع فيها الزيتون وتبقى فيه فرص كبيره لعمليه جوده انتاجه، وبالتالي ده يدينا فرصه ان احنا نقدر نصل الى انتاجنا من الزيتون يكون اكبر واعلى،
وطبعا يبقى في فرص تصديريه افضل في مجال الزيتون، خصوصا ان احنا بنتكلم على، وكان توجيه السيد الرئيس النهارده كان واضح جدا في ان احنا فكره ان احنا نبدا نزود او نزيد من القيمه المضافه للزيتون، ان احنا مش بس نزرع زيتون لحظه ثمار ونقدر نصدره، انما ندخله في عمليات التصنيع. وشايفين النهارده كمان في خلال الاجتماع كان في اكبر مجمع صناعي تقريبا على مساحه 120 فدان بيتم انشاء مجمع صناعي في مدينه السادات، طبعا ده هيكون له مردود ايجابي كبير جدا ان احنا نقدر نزود من القيمه المضافه، وعمليه التصنيع الزراعي الحقيقه بترفع من القيمه المضافه للمنتجات الزراعيه. في هذا المشروع هل وزاره الزراعه لها دور في دعم المزارعين ماليا وفنيا؟ طبعا الحقيقه احنا عندنا بنزود المزارعين فنيا من خلال مراكز البحوث التابعه لينا، احنا عندنا مركز بحوث الصحراء ومركز بحوث زراعيه، وبنوزع شتر الزيتون وبنوزع او بنقدم دعم فني للمزارعين، وبنديلهم فرص لزياده الانتاج، وبنديلهم اليات لتعظيم الانتاج، وعندنا يعني معهد بحوث متخصص للزيتون والانتاج الخاص به، وعندنا كمان مركز بحوث الصحراء اللي بيقدم كل الدعم الفني وكل الدراسات الفنيه اللازمه لتعظيم انتاجيه الزيتون، وبنعمل زيارات ميدانيه على ارض الواقع علشان نقدر نوفر للمزارعين المهتمين بزراعه الزيتون كل الاساليب اللي بيحتاجوها، وكمان بنوزع لهم شوكولات كنوع من انواع الدعم المادي نقدر نساعدهم من خلاله. وطبعا عندنا مجلس محاصيل الزيتون الحقيقه كمان بيقوم بجهد كبير جدا بسبب ان احنا عايزين نوسع او نزود من فرصنا الانتاجيه، وطبعا كانت مصر هي رئيس المجلس الدولي للزيتون، وطبعا ان شاء الله احنا مستمرين في حجم الجهود ومستمرين في تعظيم الجهود في هذا القطاع. جزيل الشكر لحضرتك الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة.